حكايات جحن سمعناهم من صغرنا وما زالهم يحكوهم الناس حتى اليوم. بالصح منين خرج هذا جحن اللي معروف كل دول عربية وفي جنوب الطليان حتى الإيران والصين؟ جحن ظهر قديم بزاف وجاي من بعيد. لازم نروح للعراق ونرجع للقرن التاسع باش نلقاو أول كتاب عليه بعنوان نوادر جحن اللي كتبوا أديب عربي واسمه الجاحد. كاين اللي يقولوا بلي جحن خرج من خياله، وكاين اللي يقولوا بلي جحن عاش صح في ذاك الوقت. في القرن 13 الحق كتاب جحن عند الاتراك واللي شبهوه مع شخصية فكاهية ديالهم اللي كانوا اسمه نصر الدين خوجة. تخلطوا حكاية جحن ونصر الدين خوجة وملتم ولو يمثلوا في زوج هاد العبد، شوية بهلول راكب فوق حمار بالصحيلي وعنده صرف في الكلام. كيما في هاد الحكاية وين جحا كان داخل للمدينة راكب على حمار وكالعادة، والعساس باش يتمسخر به ما خلاش يدخل وقال له شكونك انت؟ حمارك معروف بصح انت ما عقلتكش. جاوبو جحا وقال له يا الحمير تعرف بعضها. بصح الحكاية اللي مشهورة أكثر تاع جحا هي حكاية المسمار. واحد النهار جحا باع دارو وطلب من الشريخ ليه مين داك يزور مسمارو، على خاطر هاد المسمار كان ينحي له العين والمشاكل. الشاري قبل وبدا جحا يجيه كل يوم باش يشوف مسمارو. مول الدار كرهه مل منه وجرب يعاود يبيع هاد الدار، بصح حتى واحد ما حب يديها عليه. وفي الاخر ما كان عليه غير يعاود يبيعها لجحا وبسومه رخيصه. على بيها اليوم كي نتلاقاو بعد صامت وما يطلقش قاع نقولوا عليه مسمار جحا. مشاو حكاية جحا بزاف في أنحاء العالم، نلقاوها بأسم قويفة في سيسيليا، وفي الرسم متحركة في الصين بأسم مغامرة أفندي، وداروا عليه فيلم مع عمر الشريف اللي لعب دور جحا وتشهر به. حتى واحد المتصوف أفغاني لقى في حكاية جحا حكمة كبيرة ودار عليه كتاب. ما على بالناش ولا جحا شخصية خيالية اخترعوها العراقيين ولا عبد اللي عاش صح في القرن الثامن. بصح جحا ادخل في الذاكرة الجامعية تاع العرب والمسلمين. محلاهم حكاية زمان اللي تجمعنا في شهر رمضان. خليناكم في أمان.